نجاح مبهر يا استاذ يعقوب، نجاح مبهر من دولة الامارات الشقيقة في تنظيم مونديال الأندية، شفت النجاح ده ازاي؟ الحمد لله. طبعا النجاح ساعد الحضور الجماهيري، الجمهور اللي حضر البطولة ساعدوا اللجنة المنظمة، ساعدونا بشكل كبير ان البطولة هذه تنجح. الالتزام اللي ابدوه في حضورهم للمباريات ساعدوا اللجنة المنظمة. اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة في عز كورونا وفي عز أزمة كورونا تنظم بطولات على مستوى عالمي، لا أتحدث فقط عن بطولة كأس العالم، أتحدث عن بطولات عالمية، بطولة العالم للجولف، أتحدث عن الفورمولا 1، أتحدث عن بطولة العالم للدراجات الهوائية، أتحدث عن بطولة العالم للسباحه اللي اعتذرت كل عن تقديمها. اليوم دوله الامارات نظمت هذا الحدث بكل نجاح. ف يعني اخر يوم في البطوله اجاني انفنتينو وقال انا جاهز ان اقدم وانظم البطولات القادمه لبطوله العالم للانديه، البطولات القادمه في ابو ظبي. هذه شهاده نجاح من رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم وحديثه عن تنظيم هذا البطوله اللي مر بثلاثه، مر بدون مشاكل، مر بكل اريحيه، كل الجمهور حتى جماهير الفرق الخاسره كانت سعيده بوجودها في دوله الامارات، سعيده بالتسهيلات اللي كانت موجوده سواء في دخول دوله الامارات او في دخولها للملاعب. الامور كانت الحمد لله مرت بشكل جميل وشكل مميز. يعني ممكن نشوف البطولة القادمة في كأس العالم للأندية إن شاء الله أيضا مقامة في أبو ظبي بعد إشادة إنفنتينو ورئيس الاتحاد الدولي بأبو ظبي ودولة الإمارات بالتنظيم يا أستاذ يعقوب. نعم هذا نستنتج من كلام يعني إنفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. قال أنا جاهز إن ننظم هذه البطولة في أبو ظبي البطولات القادمة.